تجربة فريدة على المستوى الوطني أطلقها التلاميذ ثانوية علال الفاس تاهيلية بمدينة طنجة، حينما حولوا قاعة مركز ثقافي بالمدينة إلى فضاء لمحاكاة القاعة الرئيسية بمجلس الأمن الدولي بمنهاتن. أعلام وأسماء بلدان العالم تلتقي مع أكسسوارات وبذلات السفراء والسفيرات وأعضاء المكتب الأممي لتشكل إضافة نوعية لأشغال هذه الجلسة النموذجية الخاصة بمحاكاة اجتماع للأمم المتحدة، والذي اختار له تلاميذ ثانوية علال الفاس هذا العام قضية الهجرة. هذه المرة الثانية اللي كنشارك في النموذج الأمم المتحدة، وفي النسخة الأولى ديالو والثانية. أول حاجة نهضركم على النسخة ديالو الأولى والتغييرات اللي عدلت لي في حياتي. أنا كنت واحد التلميذة خجولة بزاف، وصراحة ملي دخلت النموذج الأمم المتحدة العلال الفاس اللي كانت أول مبادرة في المملكة المغربية بأكملها، أول ثانوية عمومية غادي تعدل هذا الحدث، كنت سفيرة ديال فلسطين اللي تعلمت بزاف الحاجات منهم، الدبلوماسية الموازية، الدفع على دولة واخا ماشي الدولة ديالك، التحالفات. الموضوع العام اللي اختارينا هذا العام بناء على ما عملوا المغرب في مؤتمر مراكش، وهو تدبير الهجرة الدولية وتعزيز حماية حقوق المهاجرين. بالطبع بعد ما احتضن المملكة المغربية احتضنت هذا الميثاق العالمي اللي توقع في مراكش، اللي كان بسيادة أكثر من 164 قائد في العالم. في هذا الإطار اجتمعوا التلاميذ باش يناقشوا هذا الموضوع العام، بأن كل تلميذ كيمثل كل دولة بأنه سفير وكيقدم الاحتجاجات ديالو والحجج وكل شيء، مداخلات معارضات على هذا الميثاق. لقد تم الطلب القرار بالإجماع